نروح مع حضراتكم دلوقتي ونستمر في طرح فعاليات مؤتمر الشباب النهارده، واللي اكد فيه سياده الرئيس انه حجم العمل المطلوب في مصر يحتاج انه يكون في دايما مواصله للعمل ليل ونهار، ده يمكن على عشرات السنين. خلينا نسمع مع حضراتكم جزء من كلمه سياده الرئيس ونرجع بعد كده نكمل كلامنا. ده احنا بنقول في 2 مليون و2 من 10 مليون او 2.5 مليون بنزرعهم او هنزرعهم بالكتير على اخر السنه الجايه. بالكتير يا دكتور مصطفى، على اخر السنه الجايه 2 ل2.5 مليون فدان امتداد البحيره، 2 مليون فدان يعني قد البحيره كلها مره وشويه، مش كده يا دكتور؟ ها؟ ربنا يعيننا. لا ده انا رب يا رب يعيننا كلنا. شوفوا اسمعوا. لا 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 الناس كانت بتعمل والله، بس خلونا هنا. انا عايز اقول لكم على حاجه، اوعوا تفتكروا ان في حد هيتحرك يبني ويعمر ويصلح لاجل خاطر الناس. هقول لكم كلمه غريبه قوي، وينضام محدش.